السلام عليكم شباب بنات مصر الوطن العربي، معكم محمود السرنكاوي. النهارده في حلقتنا هنتكلم عن التوخة والهبوط في التمرين. ناس كتير جدا وخصوصا الرياضيين دايما بيشتكوا من التوخة والهبوط في التمرين، والمشكلة دي شائعة جدا، واكتر ناس بيتعرضوا للمشكلة دي هم الرياضيين. وبسبب المشكلة دي مبيبقاش عندهم لا القدرة ولا القوة على ان هم يكملوا التمرين للاخر، لدرجة ان في اغلبيتهم بيهمل التمارين الرياضية او ما بيهتموش بالتمارين الرياضية بسبب المشكلة دي. واكيد المشكلة دي بتحصل لعدة اسباب هنعرفهم مع بعض دلوقتي، ونعرف كمان ازاي نعالج مشكلة التوخة والهبوط في التمرين. بس من قبل ما نعرفهم مع بعض انصحكم انكم تكملوا الفيديو للاخر، لانكم لو فوتوا نصيحة واحدة مش هتعرفوا تكملوا بقية النصايح، لان كل نصيحة والتانية بيكملوا بعض. ودلوقتي هعرض عليكم وهعرفكم اسباب التوخة والهبوط في التمرين. يلا بينا. السبب الاول عدم الاهتمام بالنظام الغذائي. يعني انت ممكن تكون ماشي على نظام غذائي معين وبكميات محدوده وباكلات معينه، وفجاه بقت بتتلخبط في الاكل بتاعك وبتعك في الاكل بتاعك وما بقتش مهتم بيه زي الاول. ده بيعمل على حدوث خلل في النظام الغذائي. وحاجه تانية برضو عدم توفر المصادر الغذائيه الاساسيه. السبب الثاني مجهود قوي وتمرين قوي. السبب الثالث التمرين بعد الاكل مباشره. اكبر غلط، ودايما بنصح اي حد ان هو ما يتمرنش بعد الاكل مباشره، لان عمليه تاخر التهم بدل ما تروح للعضلات بتروح للمعده علشان تهتم الاكل اللي انت اكلته. وانصحك انك تاكل قبل التمرين بساعتين. السبب الرابع عدم التنفس بطريقه صحيحه في التمرين. يعني اهم حاجه ما بين المجموعه والتانيه طبعا كلنا بنرتاح نص دقيقه، بحيث ان تاخر التهم يروح للعضلات. ففتره الراحه اللي هي نص دقيقه دي انصحكم انكم تتنفسوا بطريقه صحيحه، وليه بتاخد من المناخيرك وبتطلع من بقك، وكمان وانت بتتمرن تعمل 1 2 3. هي دي الطريقه الصحيحه، ودي الطريقه الصحيه اللي دايما بنصح اي حد بيها. السبب الخامس عدم وصول الاكسجين للمخ، وده بيساعد على التوخة والهبوط في التمرين. السبب السادس الارهاق الجسدي وعدم الراحه الكافيه. السبب السابع الحاله النفسيه. السبب الثامن قلة النوم، انصحكم انكم تناموا لمدة 8 ساعات. السبب التاسع جو المكان. يعني ايه جو المكان؟ يعني انصحكم انكم تتمرنوا في مكان فيه تهوية كويسة جدا، لان قلة التهوية بتساعد على توخى وهبوط في التمرين. السبب العاشر شرب الكافيين زيادة عن اللزوم، زي الشاي او القهوة او النسكافيه او اي نوع من انواع الكافيين. وانصحكم انكم تشربوا الكافيين قبل التمرين بنص ساعة، لان ده بيساعد على زيادة الطاقة في التمرين، وكمان هتساعدكم بشكل كبير جدا على انكم تحملوا اوزان تقيلة. السبب ال 11 اكبر غلط انكم تعملوا نظام غذائي ما فيهوش كربوهيدرات، لان الكربوهيدرات بتساعد على زيادة القطرة في التمرين، وقلة كربوهيدرات بتعمل على التوخة والهبوط في التمرين. السبب ال 12 منع السكريات عن الجسم لفترة طويلة جدا. السبب ال 13 قلة شرب المية في التمرين وقبل التمرين. دايما بنصح اي حد رياضي او اي حد مبتدئ ان هو يهتم بشرب المية مش اقل من 3-4 لتر في اليوم، لان شرب المية بتساعد على توازن العضلات في الجسم. وطبعا كلنا عارفين ان جسمنا بيتكون من 70% من المية. السبب ال 14 انخفاض معدل السكر في الدم. السبب ال 15 انخفاض ضغط الدم. وبعد ما عرفنا مع بعض هي الاسباب اللي بتؤدي للتوخة والهبوط في التمرين، يلا بينا نعرف مع بعض ازاي نعالج مشكلة التوخة والهبوط في التمرين. يلا بينا. اول حاجة انصحكم انكم تتبعوا نظام غذائي شامل كل المصادر والعناصر الغذائية الاساسية اللي بتمنع التوخة والهبوط في التمرين، زي البروتين والكربوهيدرات والدهون الصحية والالياف والفيتامينات. تاني حاجة انصحكم انكم تاكلوا وجبة فيها كربوهيدرات بطيئة او كربوهيدرات معقدة قبل التمرين بساعتين، زي الرز او البطاطس او الشوفان او البطاطا. تالت حاجة النوم والراحة الكافية، انصحكم انكم تناموا لمدة 8 ساعات، وكمان انصحكم انكم فترة الراحة من التمرين وانكم ما تعملوش اي مجهود، وكل اعتمادكم وكل اهتماماتكم هيكون على الوجبات اليومية بتاعتكم. رابع حاجة التنفس بطريقة صحيحة وانت بتتمرن. خامس حاجة والاخيرة انصحكم انكم تشربوا مية في التمرين عشان تعوضوا السوائل اللي انتم بتفقدوها في التمرين. وكمان انصحكم نصيحة تانية وهي مهمة جدا برضو، انكم تاكلوا اي حاجة بتحتوي على سكريات بنسبة قليلة جدا بعد التمرين، لان ده بيساعد على انك تعوض الطاقة اللي انت فقدتها في التمرين. وبكده بقى احنا خلصنا حلقتنا النهارده. وزي ما احنا متعودين دايما اي حد عنده اي سؤال او اي استفسار يا ريت يعلق في كومنت تحت واجاوب عليه باقرب وقت، او تقدروا تتواصل معايا على اي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي يوتيوب فيسبوك تويتر انستجرام، وان شاء الله مش هتاخر عليكم. وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وشير للقناه عشان اوصل لكم كل جديد، وكمان ما تنسوش انكم تتفرجوا على كل الفيديوهات اللي فاتت عشان تستفيدوا منها. واتمنى انكم تدعموني عشان بفضلكم بعد فتره ربنا اوصل لحلمي. السلام عليكم.